حبوباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا اليوم فيديو جديد كما العاده، مرحبا بكم في قناتي خديجه از هورايزن. نتمنى ان شاء الله يعجبكم المحتوى. كنتمنى ان شاء الله ديروا سبسكرايب، والناس اللي معايا في القناه كنشكركم على التفاعل ديالكم وعلى الكومونتيرات زوينين بحالكم. كنتمنى ان شاء الله تخليوا ليا كومونتيرات بالنسبه للناس الجداد اللي دخلوا، باش كنكون كيكون واحد التفاعل، كنعرف شكون اللي دخل، شكون اللي يعني واش عجبكم الفيديو ما عجبكمش. فريمون كنستافد من الكومونتيرات ديالكم، وفريمون كنفرح ملي كنشوف شي كومونتير زوين بحالكم. شكون اللي دخل، شكون اللي يعني واش عجبكم الفيديو ما عجبكمش. فريمون كنستافد من الكومونتيرات ديالكم، وفريمون كنفرح ملي كنشوف شي كومونتير زوين بحالكم. كما كتشوفوا انا دابا غادي نبدا معكم واحد الماسك. المهم درنا واحد المقدمه جميله، كنرحبوا بالناس ديالنا، والناس اللي جداد كنقولوا لهم يديروا اشتراك القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كما قلت لكم غادي ندوزوا للمقادير ديال واحد الماسك ديال الوجه، كيبيض الوجه، ولكن الله يخليكم ما تكثروش من القرفان، لانه غنديروا القرفه مع البيض كسكراب الوجه. وهذا الماسك هذا راه زوين 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 بزاف، كيساعد في الدوره الدمويه ديال الوجه فريمون. كيبيض، كيساعد واحد النضاره للوجه. ففريمون بغيت نرجع معكم لهاد الفيديوهات اللي شحال هذه، صراحه ما بقيتش حطيت لكم شي حاجه بالاعتناء بالبشره. كنتمنى ان شاء الله باش نبقى نحط لكم فيديوهات بحال هكا، الاعتناء بالبشره، المواد التجميل بالنسبه للبنات اللي بزاف كيسولوني على هاد الحوايج. ونتمنى ان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم، ونتمنى ان شاء الله ننوع لكم في الفيديوهات. وندوزو دابا للمقادير ديال الوصفه. كما شفتوا حبيباتي غادي نحتاجوا في هذه الوصفه، غادي نحتاجوا قرفه، غادي نحتاجوا صفر ديال البيض، بيضه كتكون اورغانيك يعني بلديه، وغنحتاج واحد الاناء فاش غادي نخلطوا الوصفه ديالنا. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. اوكي كملوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا النتيجه ديال هذا الماسك. كما كتشوفوا حبيباتي جبنا المقادير ديالنا اللي غنحتاجوا. فاللي كنحتاجو يعني جوج ديال الحوايج، القرفه والبيضه، تكون بيضه بلديه باش كتكون النتيجه ديال الماسك كتكون مزيانه، وكتكون يعني نتيجه ناجحه كما كنقولوا. القرفه اللي نوصيكم عليها البنات هو انكم ما تكثروش القرفه، لاني انا وقع لي مشكل وهانتو غتشوفوه، ما بغيتش نقطع هذا المشكل باش نتوما تردوا البال. كثرت القرفه، والقرفه فريمون الناس اللي عندهم بشره ديالهم حساسه كتاثر لهم على البشره ديالهم، كتولي بحال كتمغزك في وجهك، وداكشي ما كتحسيش براسك مرتاحه. المهم كما قلت لكم غادي ناخذوا القرفه، ولكن غير شي شويه، ما نكثروش، بحال غير شي شويه، غير غيزه ماشي بزاف، غير كتنسمو صافي. وكناخذوا بيضه ونجيب واحد الاناء فاش نخلطوا. فمهم مهم هذه القضيه هذه تردوا لها البال باش ما تقولوش راه خديجه ما قالتش لينا على هذا الشيء ولا هذا. فانا ركزت معكم على شيء، لانه فريمون طرا ليها مشكل انني درت معلقه، نص معلقه ولا معلقه معلقه، ما بقيتش عاقله، ولكن كثرت بزاف القرفه، حساسه شويه على الوجه. المهم هاد لا مارك هذه راه زوينه بالنسبه للناس اللي في امريكا، فري كتكون قرفه يعني مزيانه. المهم غادي ندوزو دابا للتحضير ديال الوصفه ديالنا. المهم حبيباتي غناخذوا بيضه وغادي نحيدوا ليها، غناخذوا الصفر وغنحيدوا البيض. اوكي كما شفتوا درنا البيضه ديال الصفر ديال البيضه، وغادي نزيدوا واحد تقريبا واحد المعلقه ديال القرفه، وغادي نخلطوا
هذاك الصفر ديال البيض مع ديك المعلقه ديال القرفه، وغادي نخليو على الوجه ديالنا من 5 حتى 10 دقائق، اولا الا قدرتو تخليوه حتى اكثر ماشي مشكل، لانه فريمون كيصفي الوجه كيرطب الوجه. من بعد كنديروا ليه بحال سكراب. اوكي كنمشيو خلطنا الخليط، غادي نمشيو للحمام باش نطبقوه على الوجه ديالنا. من بعد ما خرجنا من الحمام درنا دوش سخون، حلينا المسام ديالنا. فريمون خصكم تستعملوا هذا الماسك ولا اي ماسك بغيتوا تستعملوه، حلوا المسام ديال الوجه ديالكم، يا اما بالبخار هذاك البخار اليدوي اللي كيتباع الكترونيك، يعني كتشريه كيطلع لك كيعطيك البخار. دابا ان شاء الله نشاركوا معكم لانه انا عندي، اولا كتدخلوا الحمام على اساس انكم ديروا شاور ولا انكم كدوشوا ولا فريمون كديروا سكراب والذات ديالكم ولا هذا. من بعد ما كتسالي داك الحمام كتقدري تطبقي هذه الوصفه على الوجه ديالك. يلاه معايا الحمام باش نطبقوا هذه الوصفه على الوجه، ونخليوها لمده ديال 5 حتى 10 دقائق، ومن بعد غادي نستعملوا عمليه ديال السكراب اللي كنفركوا بها الوجه ديالنا، ومن بعد غادي نطبقوا على الوجه ديالنا ماسك اخر كمغذي للبشره. وبقاو معايا باش تشوفوا الماسك الثاني وتشوفوا هذا الماسك كيفاش كنطبقوا على وجهي. اوكي ما تمشيو فيه. كما شفتوا انا جيت للحمام وبغيت نوريكم الطريقه كيفاش غادي نطبق الماسك على وجهي. كما كتشوفوا غتجيبوا واحد الفرشات كما كانت، يعني فرشات باش كتوزعوا الوجه على الوجه ديالكم كما كانت شي فرشات. انا دابا ما يعني ما موجداش الفرشات ديالي ديال هذا ديال اللي نورمالمون كنوزع بها، ولكن نقدر نستعمل هذه الفرشات هذه. غادي نغسلها ونستعملها ومن بعد غنغسلها من ثاني، ماشي مشكل. اي فرشات عندكم كتوزعوا بها لي فوندو تاع تقدروا تستعملوها عادي جدا. اوكي سو غادي ناخذوا هذا الشيته هذه وكنجيبوا الماسك ديالنا. كما كتشوفوا راه الكميه راه قليله، يعني ماشي بزاف، يعني تقدروا تطبقوها على الوجه ديالكم، ما غاديش يبقى غير ضايع. غير حاجه واحده، الا كنتو لابسين حويجاتكم ومخايفين عليهم باش ما يتلصخوش ديروا بحال هكا، لان كتكونوا بطبيعه الحال خارجه من الحمام كتكوني لابسه حويجك نقيين ما كتبغيهمش يتلصخوا. المستحسن انك ديري ليه هكا الا عندك نابكن، لانه يقدر يطيح لك على وجه على حويجك. اوكي كما كتشوفوا غادي نطبقوه على الوجه ديالنا هكا. حاولوا انكم ما تقيسوش العينين ديالكم لانه حار كيحرق في العينين، ولكن الوجه ما كيحرقش، شي شويه كتحسي بواحد اللسعه خفيفه، ولكن راكم عارفين بحال فليو، ماشي كاين اللي ما كيديرونجيهش هاد اللسعه ديال القرفه، ولكن الا كنتي يعني ما عندكش مشكل فهاد سميتو ديريها، يعني الوصفة فريمون فيها بزاف الفوائد. وكما كتعرفوا البيض الصفر ديال البيض راه مغذي للبشره، ومن بعد ملي كنسالي وكندير واحد الكريم اللي ديال الليل اولا سيروم اولا شنو نقول لكم شي حاجه كتستعملوها هكا في الليل قبل ما تنعسوا. المهم بالنسبه لي انا شي نهار غادي نشارك معكم، نرجع نشارك معكم الروتينات ديالي ديال الاعتناء بالبشره، لانه فريمون شحال هذه ما بقيتش نزلت معكم شي فيديو ديال الروتينات ديالي ديال البشره ديالي شنو كنستعمل، لانه فريمون مده هذه، ولكن راه فريمون كيحرق كيحرق كيحرق. الا كانت البشره ديالك حساسه ما تستعمليهش ما تستعمليش، لانه فريمون كيحرق كيحرق البنات. او ماي جاد او ماي جاد
شي باش نقول لكم شي حاجه ما مجرباهاش. او ماي جاد كيحرق. اول مره تنستعمل هذا الماسك. اوف تيحرق تيحرق. عرفتي فاش كيفكرني فداك اللي كيستعملوه النافسات سميتو او ماي جاد اي كانت او ماي جاد. ما يمشي ما يمشي لا 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 هذا اختي ما نقدرش نخليه وجهك تحيلي يا اختي تحيلي يا حبيبتي. لا اوي ويلي وجهك ولا احمر احمر احمر. هذا الاختي فاليري ما ممكن كثرت القرفه يمكن ما خصنيش نكثر غير البنات ما تكثروش ديري غير شي شويه انا راه درت عرفتي معلقه بحال خارجه من الحمام بحال خارجه من كنت في الحمام سخون ويلي 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 قولوا لي البنات في الكومنتير واش نتوما مجربين هاد الماسكات اللي فيهم القرفه ولا انا يمكن كثرت كثرت القرفه كثرت انا ما عارفاش فريمون ما عارفاش هاد القضيه ديال الماسك ولا كرا فريمون. شوفوا شوفوا حالتي كي ولات شوفوا وجهي كما كتشوفوا البنات غنجيبوا واحد الاناء اللي هو نقي وغادي نجيبوا واحد طانون اللي هو كيكون ناتورال. غادي نجيب واحد المعلقه ديال العسل وهذيك البيضه اللي شطت لينا من الماسك وغادي نديروها في غنديروا ماسك الوجه باش هكا كنبردوا على وجهنا فريمون وجهي شعلات فيه العافيه البنات ما نكذبش عليكم. ما عرفتش يمكن انا كثرت القرفه يمكن خصك ديري غير شي شويه القرفه فريمون انا كثرت القرفه عرفتي وجهي كيلهب عليا هانتوما غتشوفوه دابا كي داير فريمون. كنصحكم البنات ما تكثروش القرفه الا بغيتو ديروه اولا ديرو غير شي شويه ما تكثروش اولا اللي البشره ديالها حساسه ما تستعملوش لان فريمون انا راه الوجه ديالي راه شعلت في العافيه. المهم كنقول لكم دابا غادي ندير دانون غندير الوصفه ديال انا اللي كنعرف غندير دانون وغادي ندير واحد المعلقه ديال العسل وهذاك الصفر ديال البيض باش هذاك البيض ديال البيض باش ما يضيعش وتقدري ديري واحد المعلقه ديال الزيت البلديه ولا اي زيت عندك في الدار ديريها باش كتنتعش البشره ديالك. اوكي بنات شوفوا وجهي كي ولا فريمون كتحسي به شعله فيه شويه العافيه وداكشي ولكن راه ماشي حتى لديك الدرجه ديال انك هذا لانه فريمون كتشعل العافيه ولكن انا شنو انا كثرت يمكن القرفه ما خصكمش تكثروا القرفه خصكم ديروا غير شي شويه باش ما تاثرش لكم على وجهكم لان انا فريمون كثرت وغير يلا حطيته وجهي شعل سخن غير حطيته في وجهي ما قدرتش دغيا حيدته ما نكذبش عليكم ولكن كتحسي بالبشره ديالك نقيه فريمون يعني البشره ديالك يعني بحال بدات كتزنق تزنك خيار مسكينه راه غادي الدم غيخرج منها. المهم ما عرفتش انا يمكن كثرت القرفه ما خصك ديري غير شي شويه. المهم غنجيو الوصفه اللي قلت لكم غادي نديروا واحد شويه ديال الدانون ندير واحد المعلقه باش هكا ما يشدش لينا ما يبقاش الماسك شايط. انا ما تنبغيش ندير الماسك ويبقى عندي بزاف الماسكات يعني يبقى عندي شايط بزاف ما غندير به والو غادي غير يضيع فغادي ندير غير واحد المعلقه على قد الوجه ديالي وفين ما نبغي عاوتاني نخلط عادي جدا. كما قلت لكم غنديروا واحد المعلقه ديال الزيت البلديه هاد لاستيك قطع لي يدي. اوكي غندير واحد المعلقه ديال الزيت البلديه اللي هي زيت زيتون. دائما زيت زيتون مهم بزاف للبشره مهم بزاف للذات مهم بزاف للجسم للشعر. الزيت زيتون احسن ماركه في التجميل احسن ماركه للوجه
احسن مغذي للوجه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، راه اقل حاجه هي زيت الزيتون، ديروه لوجهكم راه فريمون كي كيرطب الوجه. كما قلت لكم غنجيبوا داك البيض ديال البيض، وغادي نجيبوا واحد المعلقه ديال العسل، يعني واحد نص معلقه صغيره، ما غاديش يعني غير واحد شويه كي هذا راه عسل تقريبا حر، يعني ماشي تقريبا حر حر ديال بصح، فما بغيتش نكثر منه، يعني غير كديري هذا كتخلطي ديك الوصفه ديالك، يعني غير كتنسميه وصافي، ماشي ضروري ديري بزاف العسل وصافي. وكنبدا نحرك الخلطه ديالي هكذا. هذاك الصفر ديال داك البيض ديال البيض راه فريمون مزيان الوجه، مزيان الرؤوس السوداء، كيحيد الرؤوس السوداء من الوجه، كيحيد داك ويلي مشي ولا عرفتي، شوف كي ولا بحال يلا خرجه من الحمام، ما عرفتش واش مزيان هادشي اللي درت ولا لا. المهم كنتمنى ان شاء الله نتوما ما تكثروش، لانه فريمون باش ما تقولوش خديجه ما وصاتناش ولا شي حاجه، ما تكثروش القرفه، ديروا غير شي شويه باش ما تجيكمش هاد الحاله اللي جاتني انا، لان انا فريمون انا صراحه من شفت البنت ما شفتش اللايف مزيان، قالت لي راه درت، ولكن انا ما عرفتش شحال دارت الكميه، فهادشي علاش قلت اجي نشارك مع البنات هاد الوصفه، ومن بعد نشارك معاهم الماسك اللي بغيت نشارك معكم دابا، هاد الماسك هذا. ومن بعد قلت راه مدام صاحبتي شكرات هذاك الماسك نديروه، وفريمون راه زوينه القرفه للوجه، ولكن غير ما تكثروش، انا كثرت، انا الغرض ديالي ماشي ديال شي حد اخر. اوكي صافي، نمشيو للحمام نطبقوا هاد الوصفه على الوجه ونشوفوا النتيجه في الاخير. اوكي اوكي البنات، كما شفتوا حنا رجعنا للفيديو ديالنا، نكملوا الوصفه ديالنا. كما شفتوا الوجه ديالي فريمون احمر 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 بزاف، ولكن كنحس بالبشره ديالي يعني واخا حمراء واخا هذا، يعني كنحس براسي الوجه ديالي كيبان منور واخا هكاك، يعني واخا ديك الحروقيه اللي يعني حسيت بديك الحرقه، غير انا فريمون كثرت القرفه. شوفوا شحال تاع القرفه، واش انا بغيت نحرق وجهي؟ شوفوا شحال تاع القرفه فريمون، خاص كديري غير شي شويه. انا ما عرفتش صراحه، ما عرفتش انه هذا الشيء غادي يكثر بحال هكا، لان في الاول ما كيبانش ليك فريمون، ما كيبانش شحال كديري، والقرفه مع في الاول كتكون بحال الباودر ما كيبانش ليك، حتى كتخلطي عاد كيبان. نتمنى انكم ما تكثروش، وفريمون راه كيولي الوجه احمر، وكتساعد الوجه في الدوره الدمويه، يعني الدوره الدمويه كتدور في الوجه. المهم الا طرا لكم بحال هكا ولا هذا ولا سميتو، دائما ديروا شي ديروا الثلج ولا ديروا شي ماسك بحال هذا اللي برد لكم شويه على وجهكم. سو هذا راه بارد، فيه دانون ديال البنان، دانون ديال البنان ناتورال، داك اللي كنعطي لبنتي ديال البيبيز، يعني بحال دايره بنان وجهي، او ميم طون دايره داك البيض ديال البيض، ودايره معلقه صغيره ديال العسل، واحد المعلقه صغيره ديال هذا ديال زيت العود. كيبرد لي على وجهي، الرحمه كتنزل عليا، او ماي جاد، كثرت الله، داك القرفه هي اللي درت لي الحاله. يعني هذاكش اللي سميتو قلتو لكم، ما غاديش نمونطي هذا الفيديو، غادي نخليه كما هو باش تشوفوا انه فريمون انا شنو الغلط اللي درت، باش نتوما ما توقعوش فيه، ما توقعوش في هذا الغلط. اي حاجه دائما في ما تبغوا ديروا شي وصفه سيروا مع الوصفه كيف ما، الا ما عرفتوش شي حاجه سولوا شحال بالاخص هادشي المقادير خصكم تعرفوهم اكزاكتومون، بالاخص الا كنتي غديري شي حاجه تطبقيها لوجهك ما تسرعيش، ما تجيش وديري شي حاجه لوجهك غير هكاك، لانه فريمون اجي نقول لك هاد الماسك هو زوين ماشي ما زوينش، ولكن راه كاين شي وجه ديال شي حد اللي تيكون حساس اللي فريمون غيأثر عليه. انا راه وجهي راه ماشي غير حساس، راه وجهي راه فريمون فوق حساس،
يعني البشره ديالي حساسه، ولكن قلت انا حتى لديك الدرجه ما غتكونش حتى لديك الدرجه، يعني الوجه ديالي غادي يكون اوكي تيتقبل شي حوايج، ولكن انا راه كثرت القرفه، راه درت معلقه ولا ما نعرف ديال القرفه، ما نديروش الغلط اللي درت. اوكي دائما غير تحسي بالوجه ديالك بدا كينشف، وعاودي عاوتاني طبقي عليه داك الماسك بحال هكا. يعني هنا كما كتشوفوا الماسك تيشرب البشره كتشربوا. ندير هذا باش ما يوسخش ليا حويجي. دائما فين ما نبغيو نديرو شي حاجه، ماكياج، ماسك، اي حاجه، صافي كنخليو على هذا الشكل حتى كينشف الوجه ديالنا، ومن بعد نغسلوه. صافي كما قلت لكم غير كتشد كينشف وكتعاودوا ترجعوا للبلاصه اللي بديتوا فيها حتى كتحسوا بالماسك ديالكم شرب لكم في وجهكم. صافي وكتغسلوه من بعد 15 اولا 15 حتى 10 دقائق في الوجه ديالك. بغيتي تخليه اكثر ماشي مشكل، لانه فريمون هذا ما غاديش ما غايأثرش لك على وجهك فريمون. كتحسي براسك انك مستافده بكل معنى الكلمه، يعني شحال من حاجه كتكوني البشره ديالك كتغدى منها، شحال من فائده. يعني زيت العود راه مزيان للوجه، مزيان للترطيب، مزيان كيرطب لك الوجه، كيخلي لك وجهك رطب 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 رطب. دائما نعتنيو في البشره ديالنا، دائما نخليو واحد الوقت لراسنا والذات ديالنا، وهذا باش نتهلاو فيها. لانه فريمون ما غنتسناوش شي حد اخر اللي يجي يهتم بينا، حنا اللي خصنا نهتموا براسنا، وحنا اللي نديرو شي حاجه اللي تخلي الوجه ديالنا دائما مشرق. لان الاعتناء بالبشره والاعتناء بالذات والاعتناء بهذا كيبان على الواحد فريمون. قد ما كنتي كتعتني براسك قد ما كتباني منوره وكتباني هذا. راه فريمون انا ما نكذبش عليكم، هذه راه مده ماشي غير من النهار اللي درت ما بقيتش كندير معاكم ماسكات. فريمون انا كنت كندير، ما نكذبش عليكم حتى انا ما كنتش كندير، ولكن دابا ان شاء الله غادي نبدا نهتم براسي، لانه فريمون ما كاينلاش الواحد يهمل راسو حتى حاجه، ما تستاهل انك تهملي راسك على ودها كما كنقولوا. ولو اقل حاجه في دارك، يعني ولو اقل حاجه عندك في الدار تقدري. انا بديت كنطيح على راسي، انا مخربيقه، انا كنبدا نصايب وكنبدا نوسخ. المهم اما قلت لكم غنخليو هذا الماسك على الوجه ديالنا. او ماي جاد حسيت براسي اوف ارتحيت وبرد لي وجهي. او ماي جاد حسيت براسي بردت 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 برد في وجهي، ولا احمر 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 احمر، بردت ملي درت هذا الماسك، بردت 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 اوف. كون ما درتوش كراني باقا كنحس بديك الحرقه. كما قلت لكم صافي كديروا هذا، وتقدروا ديروا غير هذا الماسك الا ما بغيتوش ديروا هذاك ديال القرفه، تقدروا ديروا غير هذا ديال البيض والبيض ديال البيض، تقدروا ديروا بيضه كامله ماشي ضروري البيض ديال البيض، بيضه كامله. وتقدروا ديروا واحد المعلقه ديال دانون ولا جوج المعالق ديال دانون طبيعيين مسوس اولا ديال البنان اولا اي حاجه، وديري مع واحد المعلقه ديال الزيت، الزيت البلديه، زيت الزيتون، وواحد المعلقه ديال العسل. صافي خلطي 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 دوك المقادير ديالك، دوك الوصفه خلطيها خلطيها مزيان، وملي تالي ديريها الوجه ديالك. واكد عليك انك فين ما تبغي ديري شي ماسك تكوني خرجتي من الحمام اولا درتي واحد البخار. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد لاماشين انا شريتها ديال البخار ديال الوجه، كتفتح المسام الا كنتي بغيتي المسام ديالك يتفتحوا. صافي كديريها كتشعليها كديري فيها الماء، كتبقى تبخ لك على وجهك، كتفحل لك المسام، وديك الساعه تقدري تطبقي عليها اي حاجه، ماسكات، السيروم، اي حاجه بغيتي تطبقي على وجهك، يعني تريتمون ديال تيرمالورور حتى هي ان شاء الله غادي نشاركها معكم، وشنو الفوائد ديالها وكيفاش كنستعملها وكل شيء. فريمون بزاف ديال الحوايج ما كنكذبش عليكم، بزاف ديال الحوايج عندي ولكن ما كنستعملش، راه انا بحالكم حتى انا راني هادي وليت كنهمل راسي، ما بقيتش كنهتم بزاف براسي، ولكن فريمون خصنا نرجع نهتم براسي، لان ما كاينه حتى شي حاجه اللي غتخليك تلهي على راسك ولو غير شحال غتاخدي من وقتك، يعني واحد 10 ولا 15 دقيقه ولا نقولوا كاع حتى ساعه من النهار، يعني غير ساعه في النهار تهتمي براسك وتقدي راسك، وهذا
تحسي حتى بالنفسانيه ديالك تغيرات فريمون، ماشي غير حيت انت كتقادي على وجه شي حد ولا كتقادي لنفسك كتقادي النفسانيه ديالك، كتحسي براسك انك مجدده، انك فريمون حسيتي براسك انك غيرتي هذا، عطيتي له لراسك واحد الدلال، يعني بحال دللتي راسك بحال فهمتي، يعني ماشي عيب يعني الواحد يدلل راسو ويهتم بصحته ويهتم بذاته. المهم غتشوفوا هاد الفوطه هادي دايره هنا، بغيت نشاركها معاكم حتى هادي هاد القضيه هادي البنات، فين ما تبغوا تخرجوا من الحمام ويبقى يقطر لكم شعركم، كاين بعض الناس اللي فريمون كتلوي شعرك في الفوطه وهذيك الفوطه كتبقى متقله عليك ولا شي حاجه، فهاد الطريقه هادي كندير انا ديك الفوطه الصغيره بحال هاد الفاط هادو اللي كيكونوا ديال الوجه، كنشد شعري هكا ما كندورو ندورو وكندير الفوطه هكا وكنجيب لاستيك وكندورو على شعري وصافي، وكنخليه في شعري هكا ما كيبقاش يقطر ودغيا كينشف. اوكي دابا غادي نخليو الوجه ديالنا هكا، ومن بعد ملي ينشف غنرجعو نغسلوه وغادي نرجع معاكم باش نوريكم النتيجه النهائيه. اوكي ما تمشيو فين. دائما البنات ملي تساليو وغسلوا الوجه ديالكم ماشي تفركوا بالفوطه، دائما طبطبه لانه فريمون لانه ملي كتفركوا الوجه ديالكم بالفوطه كتضروا البشره ديالكم، وفريمون ملي كتكونوا دايرين ماسك ولا شي حاجه غير كتزيدوا تضروها اكثر، اولا سكراب اولا اي حاجه، دائما طبطبه هكايا، كونوا شويه لايت مع الوجه ديالكم، ما تهلكوش بهذا لانه ديجا درنا السكراب ودرنا الماسك ديالنا، وبلا الماسك بلا شي حاجه فين ما تغسلوا الوجه ديالكم.